تم طرح بعض القضايا من خلال الحزب المؤتمر بملف يخص الصحة وملف يخص قانون الأحزاب السياسية ودور السياسيين في مصر لهم دور لازم نهتم به، وطرح بعض النقاط إن لازم الدور السياسي في مصر أهم حاجة عنده هو الصالح العام، وتكلمنا برضو في ملف الصحة بعض الحاجات النقاط اللي هي المؤثرة على ملف الصحة، وكان ملف قوي جدا. احنا النهاردة بنلتقي بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أعضاء مجلس النواب والشيوخ مع حزب المؤتمر علشان نتناقش في ملفات كتير تفيد المواطن المصري، سواء في ملف الشباب، ملف الاقتصاد، الصحة، التعليم، وإن شاء الله نطلع بتوصيات تفيد المواطن المصري. قامت حوار مجتمعي ما بين المؤسسات السياسية المختلفة وما بين وفي الشارع أيضا، ونصل لأن احنا نطلع بنتائج نعرضها في الحوار الوطني بإذن الله. كل ده لإثراء الحوار الوطني اللي هو بيفتح باب أو بيبني مستقبل للجمهورية الجديدة اللي احنا كلنا على أعتابها وكلنا بنشتغل عشانها.